هو الغرب عايز مننا ايه تحديدا؟ يعني الغرب حريص على بقائنا وانه اقتصادنا يفضل على الاقل موجود ما يقعش، ولا هو بيتآمر علينا من خلال صندوق النقد الدولي؟ هم عايزيننا في رأيي نبقى برضو دايما محتاجين لهم بشكل او باخر. يعني صندوق النقد الدولي ده أداة أنت بتلجأ لها بمزاجك باختيارك، ممكن قوي ما تلجأ لهاش. كوريا الجنوبية في سنة 75 قفلت مكتب صندوق النقد الدولي في بلدها وقلت لهم متشكرين مش عايزين حاجة منكم. هل هو اللي فرض علينا قرار التعويم؟ صندوق؟ آه طبعا. على فكرة المنتجات الزراعية المصرية في بعض المنتجات منها هي من الأحسن جودة في العالم. أنا كنت شاهد وأنا عيلة صغيرة على زراعة البيكان في الساحل الشمالي في محطات برج العرب وراس الحكمة والمحطات دي كلها، كانت بداية زراعة البيكان ما كانش الشعب المصري يعرفه، فلما كنا نجيبه حتى في البيت ما اعتقدش هو يعرفه حتى الآن. لا يعرفه زي عين الجمل، بس هو أحسن طعمه أحلى. وبعدين ده غالي قوي، ده بنزرعه احنا في مصر والله. يعني ده بتزرع في مصر؟ طبعا بتزرع في مصر. انا ما كنت بشوف الشجر على طول في، يعني مصر دي ممكن تزرع مكسرات؟ ممكن. البيكان كنا بنزرعه بوفرة. أنا فاكرة لما الحرب سنة 67 قامت كان في محطات لمصر في العريش وفي رفح. لما الحرب قامت وإسرائيل استولت على المنطقة دي كان والدي حزين جدا، قال لك سرقوا كل الشغل البحوث اللي احنا عاملينه ونسبوا لنفسهم شغل البحوث المصرية اللي عاملاه معهد البحوث الصحراء والمراكز البحثيه المصريه، كله كان موجود في العريش وكان موجود في رفح وغزه والمنطقه دي. سرقوا المعلومات؟ طبعا. وبينسبوها لنفسهم ويقول لك احنا احسن ناس بننزع الصحراء. وقتها كان متضايق جدا، يقول لك دول حراميه بيسرقوا شغلنا وينسبوه لنفسهم. اكيد حراميه، يعني سرقوا الارض مش هسرق المعلومات. على رايك. على ذكر الزراعات اللي زي الجوجوبا مثلا، الجوجوبا ده تقريبا مصر ودوله تانية في العالم ممكن تكون بتزرعه يعني. والله ده بنصدره لانه ده بيدخل في الصناعات. طبعا، وزيت مستخدم في الطيران وحاجه كبيره يعني. بالظبط كده. وفي زي زراعات كده كتير لكنها مهمله كمان، مثلا حاجه زي عجينه الياسمين اللي بتستخدم في كان بتصدر فرنسا. فرنسا بتعمل مثلا برفان، طبعا اللي هو بتصدره لنا احنا بالافات، طبعا بالافات الدولارات يعني. صحيح. وفي نفس الوقت العجينه نفسها اللي بتعمل منها الاصل الخام ده بيطلع من هنا من قريه في 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 الغربيه يعني. صح. حضرتك شايفه انه الاهتمام بالزراعه مش كويس؟ مش كافي. احنا يبدو ان احنا عندنا فشل كبير في يعني توشكا دي كان مشروع يعني صعب برضو في جدل كبير. لا توشكا ده مشروع ما كانش مفروض يتعمل من اصله. عايزين نتكلم عن الدولار. حضرتك شايفه انه هو هيستقر حتى للسنة القادمة ولا الأمور هتبقى فيها مفاجآت؟ مجرد دخول عملة أجنبية عن طريق بيع أراضي مش كفاية خالص. في ناس بتتكلم عن إن إحنا ما عندناش حل غير كده أصلا، غير إن إحنا نبيع. إحنا محتاجين مشاريع عملاقة، والمشاريع العملاقة دي ممكن تقعد 10 سنين مثلا عشان تبقى فيه. لا 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 معلش يا أستاذ صلاح. أنت بتصعبها. في حاجات مش محتاجة فلوس عشان تعملها، في حاجات محتاجة قرارات بس ان انت تصدر هذه القرارات علشان الناس تبتدي تتحرك والناس تبتدي تشتغل، مش كل حاجة محتاجة فلوس. حضرتك شايفة السنة اللي جاية اقتصاديا احنا احسن ولا اسوأ؟ املي ان احنا نكون احسن. املي ان احنا يعني استشراف حضرتك كخبيرة في الاقتصاد، انت دايما بتبقى عايز تشوف بلدك احسن كتير من اللي هي فيه، فلا نأمل ان احنا نجتهد. عايزه تشوف مصر ازاي؟ عايزه اشوف مصر اجمل بلد في الدنيا. انا افتكر القاهره وهي حلوه، عشان كده نفسي انها ترجع تبقى حلوه تاني. دكتوره علياء نورتينا في منصه ذات مصر، اهلا بحضرتك. الف شكر. في تقارير لصحف اجنبيه وامريكيه تحديدا اتكلمت عن انه ما حدث في 7 اكتوبر انقذ الاقتصاد المصري من السقوط في هو صحيقه. وده بيخلينا نسأل انه هو الغرب عايز مننا ايه تحديدا؟ يعني هو هل الغرب حريص على بقائنا وانه اقتصادنا يفضل على الاقل موجود ما يقعش، ولا هو بيتآمر علينا من خلال صندوق النقد الدولي؟
انا ما اعرفش ان الغرب بيتامر علينا ولا لا، مش قادره اقول حاجه زي كده، لكن هو الغرب اكيد محتاج لنا، محتاج لنا. اولا احنا اكبر دوله في المنطقه، تاريخنا يعني مع الغرب قديم، وبعدين احنا بالنسبه له عنصر موازنه في المنطقه. يعني هتقولي في دول تانية موجوده غنيه مؤثره دلوقتي، لكن مش بثقه لمصر ولا بالمركز الجغرافي لمصر. وبالنسبه لهم مصر مهمه اعتقد كمان علشان علاقتها مع اسرائيل ومعاهده السلام اللي هم يعني اللي هي بمباركه امريكيه، فهم عايزين يبقى حاله الاستقرار في العلاقات ما بين مصر واسرائيل دي موجوده. عايزين يساعدونا ولا مش عايزين يساعدونا، هم عايزيننا في رايي نبقى برضو دايما محتاجين لهم بشكل او باخر يعني. اما كلهم بيتامروا علينا ممكن، جايز، كل شيء جايز، كل حاجه وارده، لكن من خلال صندوق النقد الدولي بيتاملوا علينا من خلال صندوق النقد الدولي، انا اقول لا. ولا ليه؟ هم ممكن يكونوا بيوجهوا صندوق النقد الدولي، هم الولايات المتحدة هي العنصر الأهم دولة في صندوق النقد الدولي، لكن ما احنا ممكن نستغنى عن صندوق النقد الدولي لو احنا عايزين. يعني النقطة اللي بيلجئنا لصندوق النقد الدولي مش هم، احنا اللي بنلجأ لصندوق النقد الدولي، وبالتالي احنا يعني العلاقة بيننا وبينه مرجع رجع لاحتياجنا له. أنا دايماً بقول إن كوريا الجنوبية في سنة 75 قفلت مكتب صندوق النقد الدولي في بلدها وقلت لهم متشكرين مش عايزين حاجة منكم، ومن ساعتها ما لجأتش لهم. حتى لما حصلت الأزمة الآسيوية سنة 97، أزمة المالية الآسيوية سنة 97-98، صندوق النقد الدولي جري للدول دي ومنها كوريا وقال لهم انا مستعد اديلكم اساعدكم تخرجوا من الازمه. ردوا عليهم مش عايزين منك حاجه، احنا هنعرف نحل مشكلتنا، وحلوها على طول في ظرف كام شهر اتحلت المشكله، في ظرف سنه اتحلت المشكله وكله خرج فيها بسلام. فاذا صندوق النقد الدولي ده اداه انت بتلجا لها بمزاجك باختيارك، ممكن قوي ما تلجا لهاش لو انت عايز ان انت ما تلجا لهاش، لكن هما طالما لجأت لها ممكن ان هو يأثر بقى في قراراتك وفي الشروط اللي بتتحط لك، ممكن يحط يأثر فيك ممكن، بس مش بالضروره. بس واضح ان هما في المره في الـ في الـ في, الـ في القروض الاخيره دي هما كان لهم تأثير، بدليل ان احنا الاتفاق بتاعنا كان في سنه 22، كان بدايه الاتفاق الجديد في نهايه 22، ابتدينا ننفذ شويه من الشروط بتاعتهم، وبعدين جينا على شهر مارس توقفنا عن يعني حررنا سعر صرف الجنيه قصاد الدولار، وبعدين لقينا ان الوطأة بتاع تحرير سعر صرف الجنيه كانت شديده، فتوقفت الحكومه المصريه والبنك المركزي عن التحرير، وتوقفنا عن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، ابتدت يبقى في تعثر في المفاوضات. لما حصلت احداث 7 اكتوبر في غزه وابتدى يبقى في شد جامد او قلق جامد، قلق عسكري جامد في المنطقه، كانت مصر من الدول الاساسيه في عمليات المفاوضات ما بين الطرفين. يعني كان في طبعا في الولايات المتحده، في قطر، في دول اخرى، بس مصر كانت طرف اساسي في الشغلانه دي. فطبيعي انها علشان تهدي الموقف وعلشان هي طرف اساسي ابتدوا يبقى في تراجعات عن التزمت بتاع صندوق النقد الدولي او الضغوط بتاعه صندوق النقد الدولي علينا. فبعد ما كانوا مدين لنا قرض ب 3 مليار دولار اصبحنا في وضع بيسمح لنا بالتفاوض على، كنا بنتكلم على 12 مليار، يعني استقرينا على 8 مليار دولار في النهاية، لكن ما كانش ممكن احنا نوصل لهذا القرض بدون يعني موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي اللاعب الأساسي في صندوق النقد الدولي وبعض الدول الأوروبية القوية.
فآه ممكن آه طبعاً إنه هو يأثر في قراراتنا الاقتصادية ويأثر في توجيه صندوق النقد الدولي في علاقته بمصر. أيوة ده بيحصل، ده حقيقي. هل هو اللي فرض علينا قرار التعويم؟ صندوق؟ آه طبعاً. بس هو أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، سيبك بقى من صندوق النقد الدولي، ومعظم الاقتصاديين هيقولك ان التعويم او تحرير سعر صرف الجنيه ده، طالما ان انت في عالم مفتوح ما ينفعش ان انت تثبت سعر صرف الجنيه بتاعك، انت تثبيته مضر اقتصاديا لك. ليه؟ لانه انا لما بثبت سعر الجنيه وهو قيمته بتتراجع قصاد دولار، لكن انا مثبتاه يعني انا مغلية الجنيه. واضحة الفكرة؟ يعني انا النهاردة بقول ان الجنيه بتاعي مثلا، يعني الجنيه بيساوي الدولار بيساوي 15 جنيه ومثبتة على كده، وده اللي حصل في مصر فعلا 16 جنيه تقريبا يعني. فدينا مثبتين الرقم ده 4 سنين تقريبا، لكن المنطق بيقول انه مش لازم يكون متثبت خالص. ليه؟ لان اولا انت صادراتك اقل كتير من وارداتك، يبقى انت بتحتاج عملة اجنبية كتير علشان تستورد، انت ما عندكش كل هذه العملة، يبقى الطلب على العملة الاجنبية اكبر من المعروض عندك، فقيمة جنيهك قصاد العملة دي بتقل. لكن انت مثبت الجنيه ليه بتثبته؟ لازم تحركه. لما الجنيه يبقى غالي وارداتك هتبقى رخيصة، يبقى انت بتشتري الواردات بثمن رخيص وصادراتك هتبقى غالية، مش هتعرف تصدر. يعني عملية ان انت تثبت الجنيه بتاعك قصاد العملات الاجنبية 3-4-5 سنين ده بيدور اقتصادك. فيعني حتى بصرف النظر عن صندوق النقد الدولي والكلام ده كله، مش صح ان انت تثبت العملة بتاعتك قصاد العملات الاجنبية طالما ان صادراتك اقل كتير من وارداتك، وانت بتحتاج العملة الاجنبية اكتر ما هما بيحتاجوا الجنيه المصري. فهي الفكرة، فكرة التحرير في حد ذاتها مش غلط، هي دي صح. معظم دول العالم الاقتصادات الحرة المفتوحة بتعمل كده. ليه؟ علشان يعني انا هقول لحضرتك حاجة، في نهاية الثمانينات أو بداية التسعينات وزير التجارة الأمريكي راح زار الصين عشان يعملوا اتفاقيات تعاون تجاري وبتاع، أنا مش فاكرة التاريخ تحديدا بس يمكن نهاية الثمانينات بداية التسعينات. فبعد المحادثات قال لهم انتوا ليه مثبتين اليوان؟ يعني انتوا ليه مخلين اليوان رخيص؟ يعني الصين مقاومة العملة بتاعتها بقى زي عكسنا، احنا بنغلي عملتنا هم بيقللوا قيمة عملتهم. قالوا له انتوا مالكم، احنا نحط عملتنا نعمل في عملتنا اللي احنا عايزينه، احنا نحافظ على عملتنا زي ما احنا عايزين. ليه؟ لانه ليهم مصلحة ان قيمة عملتهم تبقى رخيصة. عملتهم لما تبقى رخيصة قصاد باقي العملات الاجنبية كلها هيقدروا يصدروا اكتر. النهاردة الصين اكبر مصدر في العالم، نمرة واحد، سبق امريكا، لانها حافظت على عملتها رخيصه مش غاليه سنين طويله جدا. خلاص كسبت اسواق في العالم كله امريكا مش قادره تنافسها فيها. احنا بنعمل بقى العكس، احنا دايما بنحاول نحافظ على عملتنا غاليه. انت ما تحافظ على عملتك غاليه مقاومه باعلى من حقيقتها، مش هتعرف تصدر، هيبقى الاسواق مقفولة عليك، بتنافسك كل دول العالم، بتنافسك الصين، بتنافسك الهند، بتنافسك كوريا، كل الدول اللي هي عملتها محررة او رخيصة بينافسوك وانت قاعد متمسك بعملتك غالية. ف صندوق النقد الدولي عنده مجموعة من الشروط، الشروط دي يأتي في مقدمتها شرط اللي هو التحرير. تحرير ايه؟ تحرير سعر العملة اللي هو سعر الصرف يعني، وتحرير أسعار الفايدة، وتحرير أسعار السلع، يعني ما تحطش أسعار جبرية للسلع، لا الأسعار تبقى محررة. وعشان كده هما دايما بيتكلموا على إلغاء الدعم، لأن الدعم ده
انت بتثبت الاسعار، واخد بالك؟ فدي الف ب صندوق النقد الدولي، التحرير. انت لازم تحرر سعر صرفك، اسعار الفايده، اسعار السلع والخدمات، ما تعملش تسعير جبري لاي حاجه. ف انت حررت يعني في 2016 لما جينا عملنا الاتفاق الاولاني اللي كان ب 12 مليار دولار، اول شرط قال لك لازم تحرر. فوقتها كان محافظ البنك المركزي بالاتفاق مع الصندوق حرروا لمدة سنة أو سنة وكم شهر، وبعدين وقفوها بقى لمدة 4 سنين. هي دي الفترة اللي الدنيا يعني ما كانتش ماشية صح فيها. أنت مثبت قيمة الجنيه، يعني معلي قيمة الجنيه مقابل الدولار، قيمته مش حقيقية. يعني كان الجنيه قيمته الدولار قيمته حوالي 16 جنيه وهو كان يسوى أكتر من كده. احنا كنا مثبتين العلاقة دي ما بين الجنيه والدولار. وحتى لما ابتدينا نحررها بعد الاتفاق الجديد، احنا وصلنا بالجنيه الدولار ان هو يبقى بحوالي 30-31 جنيه، لكن ما كناش قادرين نوفر الدولار في البنوك للعملاء. فاللي حصل ايه؟ حصلت مضاربة على سعر الدولار وصلته لحوالي 70 جنيه. ده سعر كمان مش حقيقي، ده سعر كان بناء على مضاربات عنيفة في السوق السوداء. فلا 70 جنيه كان سعر حقيقي ولا 30 جنيه كان سعر واقعي. فهي لو انت ابتديت تتحرك وتحرر شوية تدريجيا، هيبتدي يستقر السعر عند مستوى توازني، ونأمل ان هو يستقر. نأمل ان احنا نقدر نستفيد بالتحرير اللي حصل ده، ان احنا نزود صادراتنا. كل ما زودت صادراتك وكسبت أرضية في الأسواق اللي بره، كل ما ده كان مصلحة لمصر، مصلحة للصناعة، مصلحة للزراعة، مصلحة للسياحة. السائح هيجي مصر بسعر بيتعامل بسعر صرف واقعي. كل ما له علاقة بالعالم الخارجي، لو انت محرر سعر صرفك هيبقى لك مصلحة فيه. بس الشطارة بقى ان احنا نستفيد من هذا التحرير. معرفش الفكرة وصلتك ولا وصلت بقى. وصلت تمام. بس طبعا الدكتور حسن الصادق كان على نفس الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه، وكان بيتكلم على انه ده مش تعويم، ده دهورة للجنيه. يعني استخدم كلمة نصا، دهورة للجنيه، لانه يبدو انه المسألة دي بتدخلنا في دائرة مفرغة. احنا ما عندناش انتاج، ما عندناش استثمار، ما عندناش صادرات، ما عندناش سياحة. يمكن حتى في قناة السويس ظروفها مؤخرا كان حتى في مشكلة جاية من الحوثيين. بس ده ملوش علاقة بسعر الصرف. لا، انا بتكلم هنا على فكرة انه احنا اقتصادنا ضعيف، مفهوش في انتاج. فانا طالما انا بحرر سعر الصرف بعون، انا ما عنديش في المقابل شيء، فبخش في دائرة مفرغة. هفضل ارفع. عايز ارد على حضرتك. تحرير شرط خلاص، لكن ليس شرط اساسي، ولكن ليس شرطا كافيا. خلاص، انت بتسالني بس على التحرير. انا بقول لك التحرير مهم ومش دهوره ولا حاجه. الدهوره انا مش هقول دهوره، انا هقول ده شرط اساسي ولكنه ليس شرطا كافيا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في الوقت اللي الدوله فيه بتحرر فيه سعر صرف الجنيه، لازم انها تدي كل انواع الحوافز للقطاعات الانتاجية المختلفة. وبالمناسبة يعني انا لسه كنت قريب مع حد من المهمين في قطاع السياحة. لا، احنا الحمد لله قطاع السياحة عندنا مع بداية التحرير اتحسن. سيبك من الحرب اللي هي موجودة في غزة، بس الاداء الحمد لله حصل فيه تحسن. لسه قريب اظن الجهاز المركزي للتعبئة العامة او وزارة التخطيط، انا مش فاكرة، منزل بيان انه صادرات مصر في الربع الاخير من الربع الثالث من العام المالي اللي احنا فيه اللي قرب يخلص ده، صادرات مصر من المنتجات السلعيه زادت شويه شويه. ما فيش حاجه، انت مش زرار بتدوس عليه بيحصل التغيير مره واحده. يبقى لازم الدوله من ناحيتها تشجع التصدير، تشجع قبل التصدير تشجع الانتاج بكل انواعه، تدي حوافز للانتاج. عندهم بيعملوا حوافز للإنتاج، تدي أراضي بأسعار مخفضة علشان الناس
تزرعها وتطور، يبقى في بنيه عندك قطاع زراعي اوسع. على فكره المنتجات الزراعيه المصريه في بعض المنتجات منها هي من الاحسن جوده في العالم، واظن حضرتك بتسمع مثلا عن البرتقال المصري اللي هو بينافس، يعني هو احسن برتقال في العالم. يعني انا كنت لسه قريب في امريكا، ودايما في حاجه اسمها سوق المزارع. سوق المزارع ده حاجه مكان رهيب جدا، كبير جدا، يعني عند ارض المعارض مثلا ولا حاجه. فانت لما تدخل فيه في الجزء بتاع البرتقال هتلاقي البرتقال المصري حاجه كده سكشن لوحده، يعني يقول لك ده برتقال جاي من مصر. حاجه ليه؟ لانه نوعيته حلوه، طعمه حلو، مطلوب. مش بس البرتقال، في منتجات كتير. ده انا بتهيالي ان المانجا المصري احلى من المانجا الهندي اللي جاي من بلدها يعني نفسها. في منتجات مصريه كتيره متميزه. العنب المصري بيتصدر لبلاد كتيره، بيعملوا منه النبيت هناك، وبيعملوا منه منتجات يعني انت عندك منتجات كتيره جدا. انا كنت بزرع عنب وكنا بنصدره كله. كل المنتج بتاعنا بيطلع من الحقل بيتحط في صناديق وبيتصدر. فانت عندك منتجات في مصر جميله، عندك الفواكه جميله، الفواكه المجمده المصريه موجوده في كل حته، موجوده في اوروبا وموجوده في الولايات المتحده الامريكيه. لما تقرا اسم شركات مصريه وانت عارفها بتبيع الفواكه، مش الفواكه انا قصدي الخضار المجمد، هتلاقيه في كل حته. ف انت عايز تشجيع، انت عايز تشجع الناس دي، تشجعهم ازاي؟ اديهم الارض بالمجان، اديهم الارض باسعار رمزيه، خليهم يتوسعوا في الارض، في الاراضي الزراعيه وفي الزراعات وفي الكلام ده، هتفرق كتير. شجع رجال الاعمال اللي هم بيشتغلوا في مجال الصناعه، برضو ادي الارض باسعار رمزيه عشان يبنوا عليها مصانع ويبنوا عليها غيره. انت لازم تشجع المنتج المصري ايا كانت الانتاج اللي هو بيعمله علشان يتوسع. انت عندك، احنا انا افتكر زمان سنه 2001 انطلب منا نعمل دراسة عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وليه بيجي مصر. فعملنا دراسة على 150 شركة من الشركات الاستثمار الأجنبي اللي كانت موجودة في مصر. قال لك 85% من إنتاج هذه الشركات، لا 85% من الشركات دي قالت احنا بنيجي مصر علشان السوق المصري كبير جدا، فهم بيحبوا يجوا مصر، وعلشان نقدر ان احنا كمان نصدر. بس اهم حاجه كانت بالنسبه لهم ان السوق كبير. فانت عندك سوق كبير، لو انت بتنتج وبتكفي احتياجاته فدي حاجه كويسه، بدل بتبقى بديل للاستيراد. الحاجه الثانيه ان انت قريب وعندك اتفاقات مع دول الاوروبي، الاتحاد الاوروبي، عندك اتفاقات مع دول عربيه، عندك مع دول الافريقيه، ممكن تصدر. انت مش بتستفيد قوي بالاتفاقات دي، احنا عايزين نستفيد اكتر منها. يعني احنا عندنا منتجات بننتجها في مصر ممكن تصدر للدول العربيه، للدول الافريقيه، للدول الاوروبيه. هي دكتور، حتى لما بنيجي نصدر بيبقى في ازمه هنا عندنا كبيره. يعني احنا حتى لما بنصدر رز او بتصدر بطاطس ولا بنصدر حتى طماطم، احنا صدرنا بصل يا دكتوره بسعر الكيلو البصل بقى 70 جنيه. أيوة فيعني انا بس ايه، ايوه انا معاك. احنا برضو عندنا مشكله كبيره في مساله ان احنا ماشي، ما هو تصدر، احنا عندنا ايه اللي تصدره؟ ما هو واضح انه في مشكله، عدد سكان كبير. انت عارف مشكلتك ايه؟ احنا ما عندنا مشكله، انا ما بقولكش ان احنا ما عندناش مشكله. مشكلتنا انه مساحه الارض الزراعيه مش كبيره. طيب مساحه الارض الزراعيه مش كبيره، هل مش ممكن تكبر؟ ممكن. انت بقى يعني احنا محتاجين، احنا بنتكلم في خطه على 50 سنه يعني. لا مش الدرجات دي يعني. انت عندك مناطق الظهير الصحراوي كلها، خصوصا في جنوب الوادي دي، لو انت استثمرت فيها وفيها مياه جوفيه معقوله جدا، تدق فيها ابار وتزرع. تكنولوجيا دلوقتي الزراعيه متطوره جدا، الزراعه تحت الصوب، التكنولوجيا متطوره جدا. كل ده حصل فيه تغيير، ما بقتش الارض اللي هي بتزرعها بالري كده اللي هو مفتوح وتبقى غامرها بالميه، لا الانابيب والصوب وغيره وغيره. الانتاجيه بتاعتها لو هي بتدار زراعيا صح بتبقى عاليه جدا. فكل اللي الدوله المفروض تعمله انها تتيح هذه الاراضي للافراد
للشركات الكبيرة المصرية ينتجوا، حتى لو في أجانب يجوا يزرعوا ما فيش مشكلة، أهلا وسهلا يجوا يزرعوا كله مصلحة. تتيح الأراضي دي بأسعار رمزية للناس دي وهم يشتغلوا. العملية مش هتاخد يعني لو أنت ابتديت النهاردة تحط البنية التحتية في هذه المناطق وتبتدي تدق الأبار وتشتغل وتزرع، ممكن العملية تاخد سنة أو سنتين بكتير وتزود الإنتاج بتاعك والمحاصيل بتاعتك. يعني أنت عندك الساحل الشمالي كله ده ممكن يتزرع، بيجي له مطر طول الشتاء. الساحل الشمالي اللي احنا بنعمل فيه الكومباوندات، لا لا سيبك من الحته اللي على البحر على طول دي اللي فيها كومباوندات دي، اللي هو اللي ورا الطريق الساحلي نفسه على طول، كل ده بيجي له مطره في الشتاء. عندك شمال سينا كله، شمال سينا دي المطره اللي فيه غير طبيعيه، بتجي له كميه مطره وبتضيع كلها في الرمله، تدخل تحت البحر تحت الرمل وخلاص ومحدش بيستفيد منها. عندك بتزرع فيها احسن خوخ واحسن برقوق واحسن عنب واحسن، ممكن يعني احنا بس مش بنستفيد. يعني انا لما الدنيا بتبقى شتاء والدنيا تمطر اقول يا دي الخيبه، ونبقى احنا محتاسين في شويه ميه ومش عارفين نتصرف فيها ازاي. شوف الاسرائيليين عملوا ايه، هو الاسرائيليين عندهم ايه مصادر ميه الا المطره؟ اسرائيل لو انت كده بتبص على ساحل البحر المتوسط، اسرائيل فوقها فوق وتحتها سيناء، محافظه يعني جنوب شمال سيناء على طول. شمال سيناء دي بالظبط زي المناخ بتاع اسرائيل، بمعنى عارف زمان لما كنا بنذاكر يقول لك الرياح شماليه غربيه، شماليه غربيه يعني جايه ايه، بتخبط فين؟ بتخبط في سيناء، يعني تخبط في اسكندريه وبعدين تطلع بقى تخبط في سيناء واسرائيل وسوريا ولبنان والكلام ده. فالمنطقه دي فيها مطره جامده جدا. الاسرائيليين بيعملوا ايه؟ اما الدنيا بتمطر عندهم بيحوشوا المطره دي كلها في خزانات، بيسقوا بيها ارضهم بيزرعوها. واعتقد ان ده اللي بيحصل في لبنان، بس لبنان عندهم المطره، البلد صغيره قوي والدنيا كلها خضره من كتر المطره. واعتقد ان سوريا برضو قريبه من الكلام ده. احنا الدنيا بتمطر عندنا وبنبقى محتاسين في شويه مطره، لازم نبتدي نفكر نتغرقنا نعمل خزانات بجد، خزانات تخزن المياه وبعدين نخرج المياه بالانابيب وبغيره ونزرع الارض، نزرع مساحات كبيره. بص احنا لو ملتفتين للزراعه، انت عندك مركز البحوث الزراعيه ومركز بحوث الصحراء ومراكز البحثيه المحترمه اللي في المجال ده احسن مني 100 مره انهم يتكلموا في المواضيع دي. ليه؟ لان ده شغلهم. لكن كون ان احنا نقدر نزرع مساحه ارض اكبر من اللي احنا بنزرعها، انا متاكده من كده. دي مفيش. نحاول حضرتك حاجه انا متربيه من وانا صغيره، كان والدي ماسك مركز بحوث الصحراء، كان اسمه معهد الصحراء وقتها. فكنا فسحتنا في الاجازه او في الصيف كنا ان احنا نطلع نروح محطات البحوث الزراعيه، مره نروح محطه البحوث الزراعيه في زفته، ومره نروح محطه البحوث الزراعيه مش عارفه في برج العرب، مره نروح راس الحكمه، مره نروح لحد السلوم، مره مش عارفه. المحطات دي كانت منتشره في مصر من السلوم لحد رفح، عارف رفح كل الخط ده، وطبعا الدلتا كلها وانت نازل لحد اسوان. المحطات دي كانت بيطوروا فيها السلالات والتقاوي وبيزرعوا زراعات جديده. يعني انت اول مره تسمع عن زراعه البيكان، ما كناش بنزرعه في مصر. انا كنت شاهد وانا عيله صغيره على زراعه البيكان في الساحل الشمالي في محطات برج العرب وراس الحكمه، والمحطات دي كلها كانت بدايه زراعه البيكان. ما كانش الشعب المصري يعرفه، فلما كنا نجيبه حتى في البيت ما اعتقدش هو يعرفه حتى الان. لا يعرفه زي عين الجمل، بس هو احسن طعمه احلى. وبعدين ده غالي قوي، ده بنزرعه احنا في مصر والله. يعني ده بيتزرع في مصر؟ طبعا بيتزرع في مصر. انا ما كنت بشوف الشجر على طول في، يعني مصر دي ممكن تزرع مكسرات؟ ممكن. البيكان كنا بنزرعه بوفره، زيت الخروع، الجوجوبا، في نباتات كتيره انت ما يعني ما كناش نسمع عنها، كانت بتتزرع في محطات التجارب وكانت مصر ابتدت تتوسع فيها. انا فاكره لما الحرب سنه 67 قامت، كان في محطات لمصر في العريش وفي رفح. والدي وقتها كان في سفريه لمؤتمر في غزه، مصر غزه كانت تبع مصر وقتها.
فكان مفروض هيعودوا، كان مسافر اخر مايو، فبصينا لقيناهم هو والدتي رجعوا بعد يوم، مفروض المؤتمر 4 5 ايام. فايه اللي حصل؟ الامن قال لهم لا لازم تروحوا. لما الحرب قامت واسرائيل استولت على المنطقه دي، كان والدي حزين جدا، قال لك سرقوا كل الشغل البحوث اللي احنا عاملينه ونسبوه لنفسهم، شغل البحوث المصريه اللي عاملاه معهد البحوث الصحراء والمراكز البحثيه المصريه كله كان موجود في العريش وكان موجود في رفح وغزه والمنطقه دي. سرقوا المعلومات. اه طبعا، وبينسبوها لنفسهم ويقول لك احنا احسن ناس بننزع الصحراء. وقتها كان متضايق جدا، يقول لك دول حراميه بيسرقوا شغلنا وينسبوه لنفسهم. اكيد حراميه يعني، سرقوا الارض مش هيسرقوا المعلومات. على رايك. فبس فهي النقطه، انت في مجال الزراعه ممكن مصر ممكن تبقى حاجه كبيره قوي في رايك. طيب هسالك سؤال يعني فرعي، انا اندهشت من معلومه البيكان ده ان احنا كان بيتزرع في الساحل الشمالي، انه الايام اللي فاتت كانوا بيتكلموا عن زراعه البن في مصر. أوه. حصل جدل كبير عليها. وناس قالت يا جماعه المناخ بتاعنا مش بتاع بن، وانتوا ده شو اعلامي وترندات وحاجه مش لطيفه يعني. أوه. وانه في الاخر حتى ماشي، حتى لو انت طلعت البن بس بيطلع وحش قوي، زي الشاي قبل كده وزي تجارب قبل كده اتعملت. احنا مناخنا مش مناخ ده، احنا المناخ بتاعنا يا جماعه مناخ بتاع رز وقمح وذره وحاجات كده. لا معرفش البيكان ليه انت مش مصدقه، بس ده حقيقه، ده كان بيتباع حتى في كشاك وزاره الزراعه، يعني من كتر ما الانتاج كان وفير كانوا بيبيعوه في كشاك وزاره الزراعه اللي هي في الدقي. فمعرفش بقى بالنسبه للشاي، بالنسبه للبن اللي انا عارفاه ان البن والشاي الاثنين بيتزرعوا على بلانتاجن، يعني سفوح جبال، ده اللي انا عارفاه. معرفش احنا ممكن نزرعه في مصر ولا لا، مش عايزه افتي في حاجه معروفه. احنا زرعنا فعلا، احنا مش هنزرع. يبقى لازم ممكن يعني، الله اعلم، مش عارفه، مش قادره اقول لك حاجه. وليه بقى دكتوره حضرتك كنت بتحط اللي بتعمله من البيكان، تحط البيكان في الفطير وتجيبوه من الساحل وكان كتير قوي توزعوا على الجيران؟ البيكان كان موجود في السوق المصريه، كنت هتلاقيه في كشاك وزاره الزراعه. يعني انا افتكر الكلام ده في السبعينات والثمانينات، يعني والدي توفى في نص التسعينات، يعني لحد ما توفى كان دايما موجود عندنا بيكان. كان من كتر ما الكميات الكبيره كان بتجينا، كانت والدتي تقول له هنعمل ايه في ده كله، يقول لها وزعي على الجيران وزعي على قرايب. ما كانش غالي ولا حاجه، وكان كل ده زراعه في الساحل الشمالي في المنطقه اللي هي من اول برج العرب لحد مرسى مطروح. كان بيتزرع، كان في اشجار بيكان واشجار زيتون وخروع وجوجوبا وتين طبعا، وبيطوروا انواع مختلفه من الزراعات هناك، يعني طبعا مش كائنات نوع انقرضت. واحد يعني كائنات انقرضت بقى. ايوه. على ذكر الزراعات اللي زي الجوجوبا مثلا، الجوجوبا ده تقريبا مصر ودوله تانية في العالم ممكن يكون بتزرعه يعني. والله ده بنصدره لانه ده بيدخل في الصناعات. طبعا، وزيت مستخدم في الطيران وحاجه كبيره يعني. بالظبط كده. وفي زي زراعات كده كتير لكنها مهمله، وكمان مثلا حاجه زي عجينه الياسمين اللي بتستخدم في كان بتصدر في فرنسا. فرنسا بتعمل مثلا برفانات كلها طبعا، اللي هو بتصدره لنا احنا بالافات، طبعا بالافات الدولارات يعني. صحيح. وفي نفس الوقت العجينه نفسها اللي بتعمل منها الاصل الخام ده بيطلع من هنا من قريه في في, في الغربيه يعني. صح. حضرتك شايفه انه الاهتمام بالزراعة مش كويس، مش كافي يعني. انت عندك مركزين، اللي هو مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية اللي في الدقي، والتاني في المطرية. دول لازم ياخدوا تمويل محترم للأعمال البحثية بتاعتهم، وعشان يشتغلوا شغل على نطاق أوسع في محطات البحوث التابعة لهم، لأنه الشغل ده بيجيب نتيجة وبتطور سلالات وبتطور نوعيات من المنتجات، وبعدين بتدي اشراف زراعي وارشاد زراعي للناس اللي بيزرعوا المنتجات دي، بتديهم المشورة دايما. فمهم ان احنا اذا كنا عايزين فعلا نهتم بقطاع الزراعة تكون نقطة البداية واحد
الاهتمام بالمراكز البحثية المهمة دي، لأن في تعرف إن هم فيهم أحسن باحثين في مجال الصحراء في العالم. مركز البحوث معهد بحوث الصحراء ده فيه ناس من أعظم الزراعيين في مجال الزرع الصحراوية، ومركز بحوث زراعية فيه ناس أساتذة يعني عظام جدا جدا. فلو إحنا نستفيد من إمكانيات الناس دي، وبعدين في نفس الوقت نتيح الأرض اللي هي الصحراوية في المناطق اللي هي مش قاحلة قوي، اللي هي اللي إحنا بنقول عليها الزهير الصحراوي، لو نتيحها للشركات الكبيرة تقدر تستثمر فيها، هتعمل فرق جامد قوي. هتحل لمصر جزء من مشكلتها اللي هي ارتفاع أسعار المنتجات. ليه؟ لما يبقى عندك المنتج المعروض أكتر الأسعار هتهدى، وثانيا هتساعدك أن أنت تصدر بعض من المنتجات اللي هي متميزة عندك مش عند حد غيرك. يعني حضرتك شايفة الدولة عملت مليون المشروع المليون فدان هنا في المنطقة الغربية عندنا، عملت صواب ويعني مشاريع كتيرة في المسألة. أنا معرفش حتى في مجال الثروة السمكية عملت كتير جدا. أنا مش عايزة الدولة تعمل حاجة، أنا عايزة الدولة تدي الأراضي للشركات الخاصة تقوم بالشغل ده، لأن هما بيتحملوا عندهم القدرة أنهم أولا يدخلوا في المجال يجيبوا أحسن الزراعيين يتحملوا التكاليف. أنا مش عايزة أحمل الدولة تكاليف بجد. شركات القطاع الخاص الكبيرة، وفي عندك في مصر شركات قطاع خاص كبيرة في مجال زراعة الأراضي الزراعية، وفي شركات ممكن تبقى تدخل السوق متوسطة الحجم أو صغيرة وتكبر. أنا عايزة القطاع الخاص يشيل المسؤولية، بس يسهلوا لهم يعني يفتحوا قدامهم المجال يتيحوا لهم الأرض. رئيس السادات الله يرحمه كان يقول الأرض اللي هيزرعها، أنا هملكك أرض لو زرعتها. فاكر؟ لو انت مش هتبقى فاكر قوي، بس كان منطق كده، ادي ارض اهي في المنطقه الفلانيه اللي هيزرع هكتبها باسمه، هتكتب مبدا باسمه. اسلامي كمان في الشريعه الاسلاميه. فليه ما نشجعش هو اللي بيزرع بس بيستصلح ارض بتبقى ملكه، نخصص مثلا 100,000 فدان ونقول اللي عايز يتقدم اهلا وسهلا. فواحد يقول لك انا عايز مثلا 5,000، واحد يقول لك 15,000 وكذا، ياخدوا. بس احنا يبدو ان احنا عندنا فشل كبير في يعني توشكا دي كان مشروع يعني صعب برضو في جدل كبير. لا توشكا ده مشروع ما كانش مفروض يتعمل من اصله. يعني طب ما احنا كل ما بنعمل حاجه يبدو ان احنا مش موافقين في المساله دي. انا افتكر موضوع مشروع توشكا ده اصله يعني ليه كمان ليه؟ هنتكلم عن ازمه ميه وهنخش في سكه كبيره قوي يعني. لا توشكا كان ممكن انها يستفاد منها بس بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي احنا عملناها. انا فاكره سنه 97 دكتور كمال الجنزوري لما قال احنا عايزين نستثمر ونعمل مشروع في منطقه توشكا، فطلبوا منا في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه من مركز بحوث الدول الناميه، انا كنت نائب مدير المركز وقتها، ان احنا نعمل مؤتمر ونقيم فكره ان احنا نستثمر في توشكا. فوقتها انا اللي كنت مسؤوله عن المشروع ده، وان احنا هنعمل مؤتمر، فجبنا ناس من وزاره الزراعه، مركز بحوث زراعيه، الاستشارة عن بعد، كل ما له علاقه بالاراضي والميه والتربه، يعني ما فيش حاجه ما فيش متخصصين في مجال الزراعه واسامي كلها كبيره جدا يعني. طلبنا منهم انهم يعملوا ابحاث ويقولوا لنا رايهم ايه في الاستثمار في منطقه توشكا. بنفس الوقت اتصل بيا وقتها الله يرحمه الدكتور يوسف والي، وهو كان صديق لوالدي، وقال لي انا عارف ان الدكتور عبد المنعم عامل دراسه هايله عن وادي توشكا ووادي علاقي، فوالدي كان وقتها توفى، فقلت له انا ما اعرفش بس هدور لك عليها. ودورت عليها لقيت ان بابا كان الله يرحمه كان سايب 3-4 نسخ، فاخدت نسخه منهم وديتها للدكتور يوسف، والنسختين ثلاثة اللي باقيين عندي في البيت. فابتديت أقلب فيها ليه الموضوع ده مهم، فابتديت أفهم بقى هو بيتكلم على المنطقة دي ازاي تتزرع، ان هي اولا درجة الحرارة عالية جدا فيها، اعلى درجة حرارة يمكن في العالم، مسامية التربة جامدة جدا، التربة لما تحط فيها مية تغرز وما تجيبش نتيجة. الحاجة التالتة ان الحرارة العالية قوي دي
بتخلي عملية البخر سريعة جدا فيعني عملية الزراعة لازم تتم تحت ظروف محددة. فكان حتى هو مصور بقى في الكتاب بتاعه في البحث، بحث كبير كده بتاع 120-130 صفحة، صور حقيقية تانلز واطية، والتانلز دي لازم يبقى محطوط فيها تربة طينية جامدة علشان تحافظ تمنع المسام، وتتزرع فيها زراعات معينة، زراعات استوائية معينة، ويعني حاطط الشروط اللي لازم ما تبقاش فيها زراعات مفتوحة. الزراعة المفتوحة في الحر الفظيع ده وفي البخر العالي جدا مهما حطيت فيها مية مش هتجيب نتيجة جامدة، مش هتجيب نتيجة اللي انت نفسك فيها. بس احنا ليه وقلنا للدكتور الجنزوري يعني مش بننصح؟ هو عموما ده بيحصل كتير، يعني انه بيبقى في تقارير بتقول يا جماعه والله الحاجات دي مش تمام، ما تعملوش المشروع ده عشان ممكن يبقى فيه خطر، والناس بتروح تعمله برضه وبيفشل، وبيعرف اللي هو ايه بيقولوا عليها ايه، بيكفوا على الطبق مجور، اللي هو بعد كده انت يعني شتوشكا ده انا فاكر كويس كان في بروباجندا عاليه عليه قوي وقتها، وتسوق كمشروع يعني كبير وعظيم، وبعدين فجاه كده اسكت هس، حش بيقول لك حاجه، حش بيقول لك هو ايه نجح فشل، مين بيودي فين، طب مين المسؤول، طب مين مش مسؤول، هو الموضوع بيتكتم عليه كده وبتردم وخلاص. انا بتهيألي، بس عايز اقول حاجه استاذ صلاح، انا بتهيألي انا سمعت قريب بس مش فاكره بالظبط ايه، ان هو ابتدى يبقى فيه انتاج هناك. انا بقول يمكن سنه 2000 وكان سنه كام توشكا ده، 2000 ومثلا و... لا مش 2000، 1997-98 اظن كان الكلام ده. يمكن دلوقتي التكنولوجيا اتغيرت شويه. انا بتكلم على توشكا على فكره، انا بتكلم على توشكا. يعني انا ما اقصدش حاجه تانية يعني، ما انا عارف، انا بقول لك على توشكا برضه. سنه البحث ده انطلب منا سنه 97 اظن كان الدكتور كمال الجنزور رئيس الوزراء وقتها، واحنا عملنا له الشغل ده وقلنا له بناء على المعطيات اللي احنا عارفينها كلها انه لا يعني لا يستحسن الاستثمار في هذا المكان بالطريقه اللي الدوله بتفكر بيها. بسمع بقى ان السنه اللي فاتت كنت سامع انه في ابتدى يبقى في انتاج من بعض المزارع من في توشكا، فيمكن مع تطور التكنولوجي بيحصل يعني تحسن في الامكانيات الاستثمار، الله اعلم. بس انا قصدي ان وقتها ما كانتش النصيحه ان يتعمل المشروع. نامل ان يكون التكنولوجيا اتطورت دلوقتي بحيث ان هو يبتدي يجيب نتيجه، لان هي مهمه قوي ان انت تزرع المناطق القريبه من بحيره السد العالي لان فيها ميه، فيها ميه حتى ميه جوفيه طبيعيه، مش بس الميه اللي بتيجي عن طريق المفيض. فمهم ان احنا نستفيد من كل الكلام ده. يحيي العظام وهي رمة. بالظبط. عايزين نتكلم عن الدولار، حضرتك شايفه ان هو هيستقر حتى للسنه القادمه ولا الامور هتبقى فيها مفاجآت؟ ما اقدرش اقول لك شايفه انه هيستقر ولا مش هيستقر، العمليه كلها بتتوقف على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول إن مصر السنة دي تسد كل التزاماتها وما يبقاش عليها أي ضغوط مالية. اتنين، إنه يبتدي يجيلك مصادر من العملة الأجنبية المستقرة، بعني بالعملة الأجنبية المستقرة اللي هي زي مثلا تحويلات العاملين المصريين، الصادرات بتاعتك، الإيرادات السياحية، الحاجات دي اللي هي مش بورتفوليو، مش اللي هي الاموال الساخنه اللي بتدخل تقش شويه فوائد وترجع تاني تخرج ساكنه. وللاسف ان دخل شويه رؤوس اموال ساخنه قريب مصر مع ارتفاع سعر الفايده وتحرير سعر الجنيه. لكن عموما اللي انا بقوله، لو مصر قدرت تزود صادراتها وقدرت تزود الايرادات السياحيه والتحويلات العاملين المصريين، دي برضو نقطه مهمه. لو قناه السويس رجعت تشتغل تاني، قبل الازمه قناه السويس كان لاول مره بتدخل 9.5 مليار دولار، ده قبل ازمه الحوثيين واللي بيحصل في مدخل البحر الاحمر. فنامل انه لو الكلام ده كله اتظبط مش هيبقى في تغيرات في سعر الدولار، بس تغيرات مش عنيفه زي اللي حصلت الفتره اللي فاتت. هتبقى تغيرات يعني لو هو النهارده ب 46 جنيه الدولار وزاد بقى 47 او 48، نزل شويه طلع شويه، فده تحركات في حدود المعقول.
دي بافتراض ان الظروف اللي هي المحيطة بالعملة وإيرادات مصر بالعملة الأجنبية كانت مستقرة وكويسة. طيب أصله في رأي بيقول إنه المسألة استقرار سعر الدولار مرتبط بالسيولة الدولارية اللي جت، وإنه مجرد إنه هذه السيولة تمتص هنعاود تاني ارتفاع سعر الدولار، وخاصة إنه إحنا عندنا اقتصادنا ضعيف، فيش إنتاج، فيش عملة صعبة، فالمسألة مؤقتة ومجرد مسكنات. ما انت كمان لما بيجي لك عملة أجنبية لازم تستفيد منها، مش مسألة مسكنات وكده، لا يعني هي ممكن تكون كده، بس ممكن تكون احنا بنستفيد بقى من الجو العام اللي احنا فيه ده. يعني ما هو انا بقول لك انه مجرد دخول عملة أجنبية عن طريق بيع أراضي مش كفاية خالص. لكن يعني مثلا بالنسبة لرأس الحكمة، دخل مبلغ من العملة الأجنبية مصر، هدى الجو شوية، القروض اللي انت بتاخدها هدت شوية، بس هل دي مصادر مستدامة؟ لا مش مستدامة، ومش مفروض نحنا نعتبرها مستدامة خالص. دي مصادر اللي عايز يديلك بيديلك، واللي مش عايز في لحظة ما يمنع عنك بيمنع عنك، فانت لازم تعتمد على مصادرك الذاتية اللي انت قادر تولدها من غير ما تلجأ للاقتراض ولا للبيع. مصادرك الذاتية دي صادراتك، تحويلات عاملين المصريين بتوعك في الخارج، إيرادات السياحة، إيرادات أي مصدر من مصادر اللي هو اللي بيولد من خلال المواطنين المصريين أو العاملين المصريين سواء جوه مصر أو برا مصر. ما عدا ذلك كل دي أمور، ما عدا ذلك يعني الاقتراض ويعني المبيعات، دي أمور متغيرة جدا ما تقدرش ترسم بناء عليها سياسات. بعدين احنا شفنا في الفترة اللي فاتت لما كنا طول الوقت بنقترض ان احنا اتأزمنا، ان القروض وصلتنا لمرحلة ان هي ان عباء وفوائد الديون بقت تمثل عبء جامد على الموازنة العامة للدولة. فيعني نرجو ان احنا نكون يعني ناخد ده في الاعتبار ونتعلم الدرس، ان احنا الاعتماد على القروض مش هيحل لنا مشاكلنا الى ما لا نهايه، لان هو بيخلق لنا مشاكل، بيخلق لنا مشاكل عشناها لحد من كام شهر فاتوا، ان الموازنه العامه للدوله محمله باعباء كبيره بسبب فوائد واقساط الديون. فنامل ان احنا يبقى في سياسه تدريجيه ان نقلل الاعتماد على القروض. كل ما قللت كل سنه الاعتماد على القروض، النصيب بتاع اقساط وفوائد الديون الى اجمالي الانفاق العام بتاعك يتراجع. كل ما تراجعت هذه النسبة كل ما الضغط على الاقتصاد المصري بيبقى أقل. عملية بقى ان انت تبيع حتة أرض هنا دي مش مستدامة، يعني ممكن تجي لك صفقة النهاردة تجي لك صفقة بكرة، ولكن ممكن تقعد سنتين ثلاثة ما بيجيلكش صفقات، فده مش حلول مستدامة. دي حلول في ناس بتتكلم عن ان احنا ما عندناش حل غير كده اصلا، غير ان احنا نبيع. يعني في ناس بتتكلم كأنه احنا والله احنا وضعنا الاقتصادي صعب ولا يمكن تحسينه في المرحلة اللي جاية، احنا ما عندناش حاجة غير احنا نبيع اصول. لا ده حل، مش ده حل. يعني ازاي انت لو جيت لأسرة والأسرة دي مزنوقة ماديا هتدبر فلوسها ازاي؟ لو أسرة مصرية عادية خالص وعليها دين هتدبر الدين بتاعها ازاي؟ هتنزل واد من عيالها ينزل يشتغل، واحد مش كفايه نبعت التاني نبعت التالت وهكذا، ينزلوا يشتغلوا خلاص عشان يجيبوا قرشين ونسد اللي علينا. ده اللي احنا بنقوله، انت عندك دين عليك التزام، اشتغل اكتر، انتج اكتر، طور نفسك اكتر. في حاجات مش محتاجه فلوس عشان تعملها، في حاجات محتاجه قرارات بس ان انت تصدر هذه القرارات علشان الناس تبتدي تتحرك والناس تبتدي تشتغل. مش كل حاجة محتاجة فلوس، واخد بالك؟ فأما عملية بقى ان الأسرة الغلبانة دي تقعد تبيع كل عفش البيت، فعملية مش هتقدر عليها يعني. طب بعدين فهو منطق الأسرة الغلبانة اللي عليها دين انها بتنزل عيالها كلهم يشتغلوا، شغلوا الناس دي. يعني اللي انا بقوله نشغل الاقتصاد المصري بكامل طاقته. انت عندك مصانع مثلا شغالة ب 30 أو 40% من الطاقة بتاعتها، احنا عايزين المصانع دي تشتغل ب 90% من الطاقة.
عندك مزارع محتاجة بعض الأسمدة ونوفر الحاجات دي بسعر معقول، عندك أرض زراعية محدودة نتيح أرض أكبر للناس تزرعها من غير فلوس. كله دكتور عائد طويل الأجل، يعني احنا بنتكلم على عوائد متخيل. احنا نحتاج إلى حتى المشاريع اللي بنعملها محتاجين مشاريع سريعة الأرباح قادرة إن هي في خلال سنة تحقق ربح، ومثل هذه المشاريع للأسف ما بتبقاش يعني ما هياش المشاريع الكبيرة اللي ممكن تجيب لنا يعني تغطي كتير من العجز اللي عندنا، لكن احنا محتاجين مشاريع عملاقة، والمشاريع العملاقة دي ممكن تقعد 10 سنين مثلا عشان تبقى فيه. لا 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 معلش يا استاذ صلاح انت بتصعبها، ابتدي بس النهاردة. نبتدي النهاردة نشجع دول ونفتح ده ونتيح أرض ببلاش للشركات الخاصة ونعمل ونسوي. ابتدي النهاردة، مش نقعد نقول احنا محتاجين مشاريع عملاقة ودي هتاخد 10 سنين، ده ما ينفعش نقول الكلام ده. الناس وقت ما تبتدي لو هي شركات قطاع خاص هتبقى هم قلبهم على فلوسهم اكتر من الحكومه مقلبها على فلوسهم، يعني واخد بالك؟ اللي هيقول لك انا داخل في مجال الزراعه ده هيبقى عارف هو داخل على ايه ودارس كويس اللي هو بيعمله وهيقدر يعمله وهيقدر يجيب عائد منه ويصدر وغيره. وفي شركات مصريه قطاع خاص كبيره في المجال بتاع الزراعه وفي مجال الصناعه، انت عندك شركات مصريه، ده انت الميزه اللي عندك في الاقتصاد المصري، بس يا ريت الشركات دي كلها تشتغل بكامل طاقتها. الميزة اللي عندك في الاقتصاد المصري مقارنة بحتى بالدول اللي حوالينا اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي دول غنية وبتاع، انت عندك اقتصاد متنوع، متنوع الهيكل، يعني عنده زراعة متنوعة، عنده صناعات مختلفة. انا بس عايزة الصناعات القائمة دي تشتغل بكامل طاقتها، عايزة الزراعة يتسع مساحتها، عايزة السياحة يبقى فيه شغل اكتر فيها بما هو قائم، ها يعني القائم نشغله لأقصى طاقته، وفي نفس الوقت بقى نبتدي في حاجات جديدة. لو ابتدت النهاردة وابتدت وادت انتاج بعد سنة ونص حاجة هتزعلك الحكاية دي؟ هتبقى غلط يعني؟ اصل المشروع هياخد قد ايه عقبال ما يبتدي يشتغل؟ سنتين؟ ده انت عندك مصانع الحديد العملاقة، العملاقة اللي هي ما فيش زيها في العالم اللي موجودة في مصر، تاخد لها مثلا سنتين ثلاثة تأسيس وبعد كده بتنطلق. فانت يعني انا بكلمك على حاجات عملاقة، لكن في حاجات اصغر من كده واخد بالك. ف اذا ابتدينا النهاردة وفعلا عملنا مناخ استثمار كويس جدا لكل الناس، لناس نعرفهم ولناس ما نعرفهمش، بمعنى شباب جديد، في ولاد بيبقوا خريجي هندسة وفنون جميلة ومش عارفة كليات مختلفة فنون تطبيقية وغيره، بيبقى عندهم افكار حلوة، ودول على فكرة بيقدروا كمان ينتجوا منتجات جميلة وبتتصدر. وبعدين انت عارف انت عندك اسامي، بس مش عايزة اقول اسامي لانه يعني عندك شركات كتير بتشتغل في الصياغة الحلوة الراقية، ابتدت من ورشة صغيرة والنهاردة اسامي عالمية، بقت اسماء عالمية، شركات مصرية صغيرة اللي بيعملوا صيغة، اللي بيعملوا شنط، اللي بيعملوا مش عارف. دكتورة الازمة الاقتصادية الاخيرة تسببت في ضرر كبير جدا للمستثمرين الصغار والمتوسطين والكبار لكله، لا يعني بس دول تقريبا يعني من عدم طب يعني يبقى نعوضهم بقى. ده اللي انا بقوله، الناس دي بتشتغل باقل من طاقة الانتاجية بتاعتها بكتير، نعوض الناس دي، نشجعهم، نديهم سعر فايدة منخفض. انت لازم تعملهم حاجة، يعني الدولة لازم تعمل حاجة للناس دي علشان لما تساعدهم هتخرجهم من عصرتهم دي ويبتدوا يشتغلوا ويبتدوا ينتجوا ويصدروا. يعني اعتقد ان ده دور اتحاد الصناعات بقى، ان هم يتكلموا بالنيابة عن الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة والكبيرة، طبعا كله لازم حد كده يعبر عن الناس دي، الناس دي محتاجة دفعة. والله الدولة عملت جهاز لدعم الصناعات او المستثمرين الصغيرين والمتوسطين ومتناهيين الصغر، لكن هو المشكلة مش في كده، المشكلة في إيه بقى؟ إن هم أدائهم أداء بيروقراطي جدا، وفي الأول وفي الآخر هم بيدوا قرض عليه بعض الفوائد، ممكن يبقى فوائد مخففة وخلاص، يعني ما بيقومش بدور المنوط بيه من وجهة نظري الله أعلم. بص يعني هقول لك حاجة، مش كل حاجة طبعا التمويل
التمويل مش كل حاجه. لا لا هو مش كل حاجه خالص. هو الدعم لا يعني تمويل، وده انا عايز اقوله. في اعتبارات مؤسسيه، صعوبات، ممكن تكون صعوبات في الجمارك، ممكن تكون صعوبات في الضرائب، ممكن تكون صعوبات في سعر الطاقه، ممكن تكون صعوبات في رسوم المرور على الطريق. يعني انت عارف في حاجات كتيره قوي ممكن لو اتسهلت بتقلل التكاليف على المنتج او المصدر وبتسهل العمليه. هي مش مساله تمويل بس الحقيقه، يعني ده مجال واسع ان احنا ممكن نتناقش فيه. اتناقشنا فيه مع اصحاب مشروعات صغيره ومتوسطه كتير. لا هي التمويل مش اصعب حاجه. لا لا ما في حاجات تانية اصعب كتير طبعا. في ناس كتيره جدا قفلت مشاريعها للاسف بسبب انها ما كانش في ارشاد، ما كانش في مساعده تتعلق بان هي تصدر ازاي، او حد يساعدها في انها تصدر شغلها، او ان هي حتى تخلي الشغل حتى على في اطار السوق المصري حتى ازاي تصرف بضاعتها او تصرف. عارف يا استاذ صلاح ايه اللي نجح النموذج بتاع جنوب شرق اسيا زي كوريا وتايوان وتايلاند والبلاد دي؟ فكره انا شفتها هناك يعني، وبقول ليه ما بتتعملش في مصر؟ اصل مش كل منتج صغير يعرف يسوق بره، هيوصل ازاي بره؟ فكانوا هما بيعملوا ايه؟ كان عندهم حاجه اسمها التريدنج هاوس او بيت التجاره. بيت التجاره ده شركات، شركه كبيره تطلع مثلا تروح المانيا وتشوف المانيا دول بيحبوا ايه مثلا، اذواقهم شكلها ايه، وتيجي للمنتج الصغير بتاعها احنا عايزينك تعمل لنا قمصان لونها كذا شكلها كذا، فيعمل لها بالمواصفات بالظبط، هم ياخدوا منه وهم اللي يصدروا، لان هو ما يعرفش يوصل اسواق المانيا. انا هقول لك حاجه، الايرانيين طول عمر السجاد بتاعهم الايراني له نقشه معينه احنا عارفينها، يعني هيقول لك ده تبريز، ده مش عارفه اصفهان، ده ايه، ونقشات كلاسيكيه مش على الذوق الاوروبي. خلاص الاوروبي الحديث عايز حاجات حديثه، فابتدوا يعملوا ايه؟ يقوموا باعتين الناس بتوعهم يروحوا السويد والنرويج والمانيا وبتاع ويشوفوا اذواقهم ايه. وابتدى ايران يطلع منها سجاد شكله حديث جدا، ما تقولش ده سجاد ايراني، تقول ده سجاد، ويتعرض في كل المحلات ويتباع بكميات رهيبه. عرفوا ذوق الزبون اللي هو عايزين يروحوا له. انت محتاج في مصر كده، انت محتاج في مصر حاجه زي التريدنج هاوس اللي هو بيروح يشوف اوروبا عايزه ايه، ويدور على المنتجين الصغيرين ويطلب منهم مواصفات معينه، انا عايز المواصفات الفلانيه، هو اللي بيقوم بعمليه التصدير مش المنتج الصغير. عايز اسال حضرتك عن ايران وازاي قادرة ان هي تقوم اقتصاد في ظل حصار، يعني نستفيد شوية من التجربة دي ازاي في ظل العقوبات المفروضة عليها دي. هي مش كل الدول عندها عقوبات، يعني بتنفذ العقوبات اللي مفروضة على ايران. يعني في دول علاقتها بايران، في الدول الاسيوية خصوصا زي الهند والصين والبلاد دي كلها عندهم علاقات تجارية كويسة مع ايران. الدول الغربيه هي اللي بتفرض العقوبات، يعني ملتزمه بفرض العقوبات، لكن ايران برضو بتحاول انها بتبذل مجهود انها يعني تتحايل على هذه العقوبات، فبتصدر جزء كبير من منتجاتها لدول الجوار ومنها دول عربيه خليجيه، وبتاخد المنشا الخليجي ده، وخصوصا ممكن تكون دوله مش عايز اقول اسامي بس في دولتين ثلاثه معروفين انهم بياخدوا المنتجات الايراني وبيعملوها من منشا دولتهم وبيعيدوا تصديرها. بس ده طبعا يعني ده ضد خرق للعقوبات، يعتبر حرق بس يعني بتتفوت يعني بس بتحصل يعني بتحصل على طول، مش ده مش سر، ومش انا يعني مش بقول سر. هم قادروا انهم في ظل العقوبات المفروضه من الدول الكبيره الغربيه انهم ينتجوا ويتوسعوا. خلي بالك الايرانيين دول شعب متعلم جدا، وبعدين لهم ناس في تخصصات معينه من العباقره في هذه التخصصات، في مجال الطب، في مجال الهندسه، في مجال الاقتصاد، في مجالات معينه. الايرانيين في مجال العلوم الطبيعيه والكلام ده كله، الايرانيين فعلا شعب عنده كفاءات رهيبه
في المجالات دي. يعني على الاقل في مجال الاقتصاد اللي انا عارفاه لا في اسماء ايرانيه قويه جدا في المجال الاقتصادي، لكن في المجالات الاخرى كمان في يعني شاطرين قوي. فهم فاتحين الباب للهجره كمان من عندهم، يعني في ايرانيين كتير بيسافروا بيروحوا امريكا بيدرسوا هناك وبيكملوا، في بيروحوا انجلترا وغيره وغيره. فهم شاطرين يعني متعلمين كويس وشاطرين. اه بقى السيطرة الملالي على الحكم والكلام ده دي قضية تانية، لكن هم كدولة هي دولة اقتصاديا صناعيا وزراعيا وصناعة السجاد وغيره متميزين جدا. يعني هم اهم دولة في العالم بتصنع السجاد، نمرة واحد في العالم. وقدروا انهم يطوروا من انتاجهم بحيث ان هو الانتاج يتباع في كل دول العالم، لانه غيروا وضعهم الاقتصادي بالمقارنه بوضعنا عامل ايه؟ لا وضعهم الاقتصادي كويس انا اتصور، بس مش فاكره الارقام، بس هو ادائهم الاقتصادي كويس. يعني هو مش اداء متدني ولا حاجه، لا خالص، بس مش قادر اقول لك بالنسبه لمصر هم وضعهم ايه. طيب احنا بمناسبه ايران والمكسرات في ناس برضو بتتكلم عندهم احلى فستق في العالم. في ايران طبعا. انا يعني في ناس بتقول انه هو ليه يا جماعه احنا في مصر بنستورد مثلا بحوالي مثلا نص مليار دولار مكسرات في السنه، ليه بنستورد مثلا حاجه ومليار مليار وحاجه مثلا احجار كريمه، بنستورد مثلا ربع مليار دولار مثلا اكل للقطط والكلاب. يعني انت لو 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 صحينا الصبح ما لقيناش مثلا مكسرات او ما لقيناش يعني ما مش هيحصل حاجه، يعني ما ده برضو بيضغط على الدولار. لا ما هو اعتقد ان الحاجات دي حصل ضغط عليها ايام الازمه بتاعه الدولار، ما كانوش فاتحينها قوي، يعني الحاجات دي كلها كانت مقفوله في فتره. بالتالي ما كنتش بتكلم على فكره المنع فتره من الفترات ان احنا ما نجيبش الاشياء بالنسبه لنا اللي هي تعتبر ترفيهيه. هل حضرتك مع الـ لو في ازمه معها طبعا. لو احنا ازمه انت بتحكمك علاقه مؤسسيه مع منظمه التجاره العالميه. وفقا للعلاقه دي ممنوع ان انت تحط قيود كميه على الواردات او الصادرات. خلاص يعني ممنوع تقول للمستورد بتاعك ما تستوردش مثلا اكل قطط. خلاص؟ ولا تستورد مكسرات. ممنوع ان انت تعمل حاجه زي كده. لكن لو انت في ازمه، يعني السنه اللي فاتت احنا كنا في ازمه طول 2023، كان ممكن قوي ان انت تتصل بمنظمه التجاره العالميه وتقول لهم انا هضع قيد على استيراد 1 2 3 لان احنا بنمر بازمه وهكذا، ولمده مثلا 6 شهور او سنه، وتتقدم للمنظمه بالطلب ده وغالبا بتوافق لك عليه، بس بيبقى قيد مرهون بفتره زمنيه معينه بس، وبعد كده بتفك القيد. لكن الاساس هو ان انت بتبقى فاتح التجاره مش قافلها، مش بتضع قيود كميه عليها. طيب هل حضرتك شايفه مثلا انه القرارات التقليديه، يعني مثلا زي رفع سعر الفايده اثناء او قبل مثلا او قبيل رفع سعر او تحرير سعر الصرف، هل ده بحضرتك شايفاه حاجة ناجعة يعني مفيدة؟ هو حل جزئي مش حل كلي. يعني هو ليه بيرفعوا سعر الفايدة؟ ليه؟ علشان يسحبوا السيولة اللي في السوق. طب هي في سيولة؟ ايوه في سيولة، قشرة رأيه مع الناس دي سيولة. خلاص؟ يعني افرض حضرتك مثلا واحد بتقبض رقم كويس يعني مثلا 50,000 جنيه في الشهر مثلا، فانت تقول انا هصرف هصرفهم كلهم لو سعر الفايدة مثلا 8% 10%، لكن لو لقيت ان سعر الفايدة بقى 20% 25% هتعمل ايه؟ هتحط جزء منهم وتقول انا هاخد عليه سعر الفايدة العالي ده. طبعا انا بتكلم على رقم، طبعا الناس عندها مدخرات، المدخرات دي عندها بديل انها تسحب منها وتصرف منها او انها تجمدها في صورة شهادات ادخارية او ما شابه ذلك، بتاخد بتدي 20% 25% 30%. فلما تتجمد لمدة سنة في
صوره شهاده بتدي 23 25 30%، انت كده بتسحب سيوله من السوق. لما تسحب سيوله يبقى القوه الشرائيه اللي في ايدين الناس مالها؟ قلت. بس في كلام انه السيوله دي يعني مش حقيقيه، يعني ما بتعبرش عن اقتصاد، او بمعنى تاني هي نتيجه من نتائج التضخم اللي موجود، او بمعنى تالت هي مساله لها علاقه بالطبع طبع البنك المركزي اموال مثلا. خليني اجل ده خلاص. انت عندك مين بيصرف في البلد؟ عندك ثلاث قطاعات اساسيه بتصرف: المستهلك، الحكومه، المنتج، المنتجين، والاستيراد اللي احنا بنستورده خلاص. لكن اهم حد بينفق في البلد هو مين؟ نمره واحد المستهلك، ونمره اتنين الحكومه خلاص. دول اهم اتنين. فلو انت قدرت تهدي المستهلك شويه وتربط جزء من المدخرات اللي موجودة في البنوك لمدة سنة أو سنتين، فأنت بتحجم السيولة اللي موجودة في السوق خلاص. ده جزء بس ده مش كله. تيجي بقى بعد كده الحكومة اللي هي تاني أهم واحد. الحكومة دي لو أنت قدرت تقلل الإنفاق المالي اللي بتعمله، يعني تخلي السياسة المالية أو وزارة المالية أو الموازنة بتاعت الدولة تقلل بند النفقات بتاعتها، هتنجح بقى ان انت تحجم السيوله اللي موجوده في السوق وتخفض معدل التضخم. لكن لو انت في نفس الوقت بتاخد فيه قرار برفع سعر الفايده عشان تحجم القوه الشرائيه اللي موجوده في السوق، الحكومه بتعمل سياسه ماليه توسعيه، يعني عماله تنفق بالزياده وتقترض ويحصل طباعه نقود وكده، يبقى انت كانك ما عملتش حاجه. لان انت من ناحيه بتلجم القطاع الخاص او قطاع الافراد، ومن الناحيه الثانيه الحكومه بتصرف وبتقترض طول النهار من الجهاز المصرفي، وبالتالي في فلوس كتير موجوده في السوق انت مش قادر تعمل كنترول عليها، وبالتالي معدل التضخم بيستمر في الارتفاع. فهي السياسه علشان تبقى ناجحه لازم السياستين يمشوا في سكه واحده، السياسه النقديه تبقى انكماشيه، والسياسة المالية تبقى انكماشية كمان. ده أحيانا بتكون السياسة المالية الانكماشية أجدى وأكثر تأثيرا من السياسة النقدية اللي هي بترفع سعر الفايدة. ليه؟ لأن السياسة اللي بترفع سعر الفايدة دي بترفع تكلفة الإنتاج. المنتج لما بيقترض علشان رأس المال العامل بتاعه بيقترض على 30%، فأنت بترفع تكاليف الإنتاج. فرفع سعر الفايدة ده مش حل طويل الاجل، ده لازم يبقى حل قصير، فتره قصيره كده وينسحب شويه ويقل. لكن اللي المفروض ان هو يحصل هي السياسه الماليه انها تكون بتنضغط لادنى الحدود الممكنه علشان تقدر ان انت تحجم مستوى التضخم. فيما يتعلق بعلاقتنا بالخليج ودعم الخليج الدائم لمصر، في ناس بتقول انه احنا ممكن كمصر تبتز دول الخليج، وطول الوقت بنلمح بفكرة ان احنا سقوطنا اقتصاديا ممكن يعني يجلب الويلات اصلا على الخليج، وان احنا مخزون بشري كبير وضخم، وان الخليج طول الوقت محتاجنا، وان احنا ممكن نصدر لك مشاكل لو حصل في سقوط في اقتصادنا، وعشان كده الخليج بيخش ان هو يدعمنا، ما عندوش خيار تاني. احنا بالنسبة له يعني مصر مرتبطة بأمن القومي الخليجي نفسه وأمن الخليج نفسه. ايه رأيك في الكلام ده؟ انا ضد منطق الابتزاز الحقيقة، ضد منطق ان احنا نفكر كده. الخليج دلوقتي عندهم اتفاقات تعاون مع امريكا بتديهم الضمان والامان اللي هم محتاجينه، اعتقد كده يعني. لكن مصر كقوة بشرية وكقوة سوق مهمة في المنطقة، يعني انت لما تبص تلاقي الصادرات الدول الخليجية لمصر لا مش قليلة، فانت بالنسبة لهم سوق محترم، فهم بيعتمدوا عليك كسوق، وانت برضو واحنا كمصر بنعتمد عليهم كأسواق، يعني صادراتنا للدول الخليجية مش قليلة برضو، واخد بالك. فهي خلينا نفكر احسن بمنطق المصلحه المتبادله.
بينك وبينهم. احنا دولة كبيرة، عندنا سوق كبير، عندنا قوة بشرية جزء منها محترم جدا وقوي جدا، وممكن ان هو يبقى داعم مش بس للخليج، ممكن يشتغل في افريقيا، ممكن يشتغل في اوروبا، ممكن يشتغل في كل دول العالم، واخد بالك؟ فمنطق ان احنا الناس اللي بتفكر احنا ممكن نبتز دول الخليج، لا ده منطق عفى عليه الزمن، لكن احنا ممكن يبقى في مصالح، نبين المصالح المشتركه اللي بيننا وبينهم. واعتقد ده المنطق اللي لازم يبقى في علاقتنا باي حد، لان انت ما بتقدرش تفرض منطق القوه خلاص، يعني مش هتروح تحارب حد علشان يبقى يعني تاخد حقك منه، لا، انت بالتفاهم وبالعلاقات اللي هي المبنية على المصالح، يعني انت بتقولي له مصلحتك معانا في كذا واحنا مصلحتنا معاك في كذا، فخلينا نتعاون سوا. ده اللي انا افهمه، يعني ده المنطق اللي انا افهمه. في الاونه الاخيره برضو فيما يتعلق بملف اللاجئين في مصر، وخاصه بعد الوجود يعني اللاجئين السودانيين تحديدا كمان من الموضوع ده اثير في بعض وسائل الاعلام، ومن ضمن ما قيل انه سواء كانوا سودانيين او سوريين او غيرهم ان هم حمل على الاقتصاد المصري، وانه احنا ما مش قد ان احنا يعني مش قد وجودهم، وانه دول او الاتحاد الاوروبي وامريكا المفروض يدعموا في المساله ديت لانه تكلفتهم بالنسبه لنا باهظه. يعني هل ده حقيقي ولا هم وجودهم يعني ممكن من جهه اخرى بنشوف رواج بيعملوه؟ انا عن نفسي مثلا بلاحظ رواج كبير للسودانيين و يعني السوريين، والسوريين طبعا من قبل كده، ونشاطات اقتصاديه وتجاريه كبيره. على فكره ما فيش حد بيجي مصر سواء من السوريين، يعني في فرق ما بين السوري اللي بيجي مصر وما بين السوري اللي بيجي لبنان. انا كنت وقت الازمه السوريه لما كانت محتدمه قوي، كنت في بيروت في مره من المرات، كنت بشوف سوريين غلابه جدا في لبنان. السوريين اللي بيجوا مصر بيبقى معهم راس مال وبيستثمروا وبيعملوا محلات وبيعملوا تجاره وبيعملوا، والسودانيين برضو نفس الشيء بيتقال على السودانيين. انا قابلت السودانيين الحقيقه يعني ناس ميسوره جدا، وجات وتستقر في مصر، بتشتري شقق، بتشتري، طب ما ده بيحدث حاله رواج في البلد يعني. مش يعني، وبعدين هي دايما بقول ان مصر طول عمرها زمان، يعني انا بتكلم قبل سنه 52 كانت قبله لكل سكان اوروبا. يعني كنت بتلاقي عندك ناس يونانيين وناس، ده ايام ما المذابح التركيه حصلت أرمان. في الارمن كانوا بياخدوا المراكب غير شرعيه وقتها يعني، وبيجوا بيها اسكندريه والقاهره وكده، ويعيشوا كميه ارمن رهيبه جت مصر في بدايه القرن العشرين. كلهم هربانين من اللي كان بيحصل من الاتراك، وجم قعدوا واستقروا في مصر. الانجليز كانوا موجودين في مصر، الفرنساويين، الشوام بكل انواعهم وكده. طول عمر مصر كانت قبله للشعوب اللي في اوروبا والشعوب المجاوره. عمرنا ما كنا بنشتكي ليه؟ الناس دي جايه بتعمل انشطه اقتصاديه، يعني هتلاقي قطاع البنوك بيسيطر عليه الفرنساويين والانجليز، وقطاع مش عارفه ايه بيسيطر عليه، وقطاع البقالات بيسيطر عليه الجماعه الجريج والشاطرين جدا في السياق، هتلاقيهم الارمن والمش عارف. كل حته كانوا في كل حته الاجانب اللي هم موجودين، وكانوا بيعملوا تجارات ناجحه وناس شغالين زي الفل وكل حاجه. كناش بنشتكي منهم، احنا ممكن ننظمهم لكن ما نشتكي يعني ممكن يكون بيمثلوا ضغوط مثلا على بعض المرافق، ساعتها ممكن احنا نقول طب ايه بالظبط الضغوط اللي هم اتعملت، طب احنا محتاجين ايه، ممكن ان بعض الدول الاوروبيه تساعدنا في كده، لكن ما نقعدش نشتكي منهم لانه ما هو برضو ظروفهم صعبه. ما يعني وبعدين ما احنا عندنا مصريين في كل حته انت عندك اكتر من 10 مليون مصر خارج مصر، حد بيشتكي منهم؟ ما حدش بيشتكي منهم يعني. هم ممكن بيشتكوا بس احنا ما ناخدش من خدين بالنا، وممكن يكونوا بيشتكوا والله اعلم يعني، انا ما سمعتهاش. بس يعني ما انت بتلاقي المصريين مثلا في اوروبا شغالين زي الفل، في امريكا شغالين زي الفل، في الدول العربيه شغالين برضو وكل حاجه يعني الدنيا سلف ايه ودين. طيب حضرتك شايفه السنه اللي جايه اقتصاديا احنا احسن ولا اسوأ؟ املي ان احنا نكون احسن، املي ان احنا. انا يعني استشرف حضرتك كخبيره في الاقتصاد، هي المديونيه الخارجيه اللي عليك هتبقى
نسبيا القيمة اللي عليك كدين اعتقد هتبقى اقل من السنة دي، ده اذا ما اخدناش بقى ديون زيادة. خلاص نستهدف بالله كده ونهدى في مسألة المديونية ومناخدش ديون زيادة، هيبقى الالتزام اللي عليك في سداد مديونيات اقل من السنة دي. السنة دي كان التزام كبير. نأمل بقى ان في الوقت ده واحنا بنحافظ على سعر الصرف يعني متحرك، مش عايزة اقول يعني، نقدر ان احنا نحقق كل بقى الزيادة في الانتاج اللي احنا نفسنا فيها، زيادة في الصادرات، التحويلات العملية المصرية، كل مصادر الدخل بتاعتنا ننشطها ونزودها. لو قدرنا ان احنا نعمل الكلام ده ممكن قوي السنة الجاية تكون احسن من السنة دي. لو ما قدرناش لا هتبقى مشكلة طبعا. اسوأ ولا هنفضل زي ما هنبقى احنا؟ يعني احنا لسه مش وضع هايل يعني. هنبقى زي دلوقتي وده مش وضع هايل. احنا انت دايما بتبقى عايز تشوف بلدك احسن كتير من اللي هي فيه، فلا نامل ان احنا نجتهد. عايزه تشوفي مصر ازاي يا دكتور؟ عايزه اشوف مصر اجمل بلد في الدنيا. بص انا هقول لك حاجه، ان في حاجات كده بتضايقني وانا ماشيه بالعربيه مبدئيا يعني. حاجات عدم النظام وعدم النظافه. ولما تمشي كده وتبص على اسطح البيوت كلها كراكيب وحاجات كده، تشوفش الكلام ده بره خالص على فكره. وتجربه الدكتور لواء عادل لبيب في قنا تجربه يحتذى بها. الراجل ده عمل شغل في المحافظه الغلبانه قوي دي، خلاها من اجمل المحافظات. معرفش هي دلوقتي لسه جميله زي الاول ولا لا. انا قصدي ان في حاجات كده عايزه تدخل الدوله. البيوت اللي هي مبنيه ومش مدهونه، اللي مش واخده وش دهان كده وكلها على الطوب الاحمر ومنظرها، انت عايز بس بلدك يبقى شكلها حلو، عايز ده كله ينضف والاسطح تنضف والدنيا تبقى شكلها حلو والشوارع تبقى نظيفه وتبقى منظمه ويبقى مش شوارع مسدوده الارصفه الناس تمشي عليها، مش العربيات تقف عليها ولا التجار يحطوا منتجاتهم عليها، لا الأرصفة تبقى للمواطن والشارع يبقى للعربية، ومفيش حد يحط حديدة قصاد المحل بتاعه، ولا سفارة تقفل شارع، ولا سفارة تحط حدايد قصادها، ولا بنك يحط حدايد قصاده. بلد عادية طبيعية زي اللي احنا زمان قوي كنا عايشين فيها، مثلا في الستينات والسبعينات والثمانينات لحد كده افتكر يعني، كانت مصر ما فيهاش القيود الرهيبة دي في الشوارع. ما كانش حد يقدر ان هو يقوم حاطط براميل كده ويقفل الشارع، او يحط فواصل، ده في بيحطوا فواصل اسمنتيه يعني، بعض السفارات قافله نص الشارع بفواصل اسمنتيه، مش عايزه احدد بس هي معروفه السفارات دي. احنا مش عايزين القيود دي، عايزه الشارع المصري يرجع حلو ومنظم. القاهره دي مدينه كانت جميله جدا، احنا عايزينها ترجع جميله، تبقى منظمه نظيفه. المناطق اللي محتاجه جراجات نعمل فيها جراجات، العربيات تبقى راكنه بنظام، الناس تمشي تبقى حاسه انها في بلد حلوه. انا افتكر القاهره وهي حلوه، عشان كده نفسي انها ترجع تبقى حلوه تاني. انت عندك امكانيات ان انت ترجعها حلوه، بس انا ما اعرفش ليه احنا ما بنتحركش في الحتت دي بشويه قرارات كده وشويه نظام وشويه نظافه، وكل القرف اللي على السطوح ده الاسطح ده، الخشب والكراكيب والفاص والمش عارف ايه الكلام ده كله، ينزل 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 ويتنظف. الاحياء لازم تكون مسؤوله عن النظافه العامه، وعايزه اشوف ناس بتتنافس مع بعضها في نظافه الحي بتاعها. مصر تستحق انها تبقى بلد حلوه يعني. مصر كانت بلد نظيفه وجميله، مش عايزه ده مش حاجه انا وليده ما بعد 2011، الحقيقه دي حاجه قديمه يعني، عمليه ان مصر مش منظمه دي يعني، مش عايزه اقول ان السبب الايام دي، لا لا هي بقى لها فتره كده. احنا عايزين بقى نشوفها احسن من كده. احنا عندنا القدره، احنا الدوله عملت شغل كتير في الطرق والكباري ومش عارف. احنا عايزين بقى شغل في الشوارع الداخليه وفي النظافه العامه وفي المرور المنساب، وان الناس يبقى لهم رصيف يمشوا عليه وغيره. احنا عايزين بلدنا ترجع حلوه تاني، عايزين نشوف الشجر مالي الدنيا، عايزين نشوف الزرع والورد مالي الدنيا. انا ما اعرفش انت رحت هنا ولا لا يا استاذ صلاح. لا انا رحت هنا سنه 2006، وكان اظن السيد اللواء عادل لبيب كان محافظ هنا. انا قلت له انا لو هسيب محافظه الجيزه عايز اجي استقر في محافظه هنا من كتر جمال المحافظه.
سيادته اخذنا كده لففنا، وبعدين لففنا في الشوارع الرئيسيه، وبعدين قلت له لا لا ما تضحكش علينا، احنا عايزين نشوف الحواري، الحواري في مدينه قنا. والله دخلنا فيها وزي الفل زي الفل، وزرع الجهنميات في كل حته، والمدينه كانت جميله وكله بنظام، مفيش حد راكن في ممنوع، مفيش حد عامل حاجه غلط. كان منضبط انضباط، يعني ده انا بشوف ان سياده اللواء عادل لبيب ده كان من اعظم المحافظين اللي هم اداروا محافظه في مصر بجد. يا ريت بقى، انا كنت بقول احنا عايزين نعمل كلونينج، نعمل كذا واحد منه، لا اقول له ما تسيب هنا وتيجي تمسك لنا محافظه الجيزه مثلا، يطلع منها حاجه، ده احنا عندنا الاهرامات وعندنا دهشور وعندنا حتت كتير. فبتمنى ان مصر كلها تبقى حلوه الحقيقه، بتمنى ان مصر تبقى نظيفه وجميله، بس الجيزه هي بلاطه ترعه المريوطيه، الدنيا تبقى تمام. بشكرك يا دكتور. العفو العفو، نورتينا. شكرا.